ورجعنا لكم بعد الفاصل. وبما اننا في شبابنا مستقبلنا، دايما بنستقبل وبنستضيف الشباب اللي بيكون قدوة لغيره، وبتكون نماذج مشرفة يحتذى بيها فعلا. فانا طبعا يشرفني ويسعدني ان يكون معايا في البرنامج النهاردة الدكتورة نهى مصطفى، استشاري المناهج وطرق التدريس. اهلا بك يا دكتورة. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. طبعا انا شفت كميه شهادات وكميه حاجات كتيره جدا، فطبعا انا ما قدرتش احفظها كلها، فانا هقول ايه الدكتوره نهى تعرف نفسها للمشاهدين. اهلا وسهلا، انت جميله الاول. تسلمي لي يا رب. انت جميله ولازم اشكرك على الهواء، تاخدي حقك على الهواء كده على طول مباشر دايركت. تسلمي لي يا رب. انا دكتوره نهى، خريجه تجاره، بكالوريوس تجاره، وبعدين اتجهت لمجال التربيه، عملت دبلوم عام في التربيه، وبعدين عملت دبلوم خاص في التربيه عشان ادرس ماده الرياضيات، وبعدين عملت دبلومة ماس عشان ادرس رياضيات باللغه الانجليزيه، وبدات اشتغل كورسات بقى يو سي ماس وكورسات ماس، وبعدين دخلت بقى مجال الدراسات العليا، عملت دراسات عليا، عملت ماجستير في التربيه ما شاء الله. الحمد لله كان تربيه مقارنه واداره تعليميه، وبعدين اخدت بقى من فتره قريبه دورات بقى كمبيوتر كتير ومعلم اكاديمي عشان شغل المنصات، واخدت دوره تخطيط استراتيجي الحمد لله يعني. واخر حاجه كانت بقى الدكتوراه الفخريه اللي هي كانت من قيمه اسبوع دي، على مجهودي برضو في مجال التدريس والمنصات. ما شاء الله. عندي قناه تعليميه بس وحاليا في دكتوراه مهنيه برضو، بحث الدكتوراه، دكتوراه مهنيه في المناهج وطرق التدريس بقى. تمام. يعني عشان نوثق العلاقات كده والدنيا تمشي معانا يعني. وشغاله دلوقتي فيديوهات تعليميه بقى على القناه بتاعتي ماس إيز فن، اعدادي بقى وثانوي. بما اننا بقى اتكلمنا عن التعليم وعن الماس، فايام كورونا وفي ازمه كورونا اضطرينا ما نوقفش التعليم في المدارس، وقلنا هنشوف حاجه بديله نعوض عن الحضور في المدارس ونعوضها عن بحاجات تانية، مثلا التعليم عن بعد. فكنا بنستخدم مجموعه من المنصات التعليميه علشان ايه؟ نقول احنا موجودين، احنا مستمرين في التعليم، الازمه مش هتوقفنا، الازمه مش هتاثر على التعليم بتاع ولادنا. كلمينا بقى عن التعليم عن بعد بما ان ده مجالك الاول. هي الفتره دي فعلا ما كانش في مدارس خالص، والفتره دي اصلا فعلا ما كانش في امتحانات كمان، يعني احنا قعدنا حوالي ترم كده ما كانش في لا دراسه ولا امتحانات، كان بحث يعني ابحاث اونلاين او بتتوجه للمدارس بس، ما كانش في حضور، كان ممنوع نزول الطلبه، فما كانش في قدامنا غير ان احنا نستخدم المنصات التعليميه. كانت الدولة منزلة منصات تعليمية مجانية زي منصة إدمودو مثلا، كنا احنا كمدرسين بندخل على إدمودو نرفع الفيديوهات التعليمية بتاعتنا، وبنتواصل مع الطالب، يدخل يتفرج على الفيديو، يتفرج على الشرح، في حاجة مش عارفها يدخل لنا على الخاص، نبدأ نتواصل ايه اللي مش فاهمه ايه اللي مش عارفه، وولي الامر كان برضو بيساعد معانا، يعني احنا كنا بيت كده يعني، كان باكج كده على المنصة، تحس ان احنا كده قاعدين في بيت واحد، يعني الطالب وولي الامر والمدرس المسؤول ومدرسين المدرسه كلهم، بل بالعكس مدرسين الوزاره، وزاره التربيه والتعليم كلها كانت بتبقى على المنصات. وبعد كده بدانا نستخدم تطبيقات زوم بقى للتوثيق اكتر اونلاين، برضو لو في حد مش فاهم معلومه بندخل على زوم وبنشرح على زوم. هو كان ليه فوائد كثيره بصراحه في الفتره دي، هو انقذنا يعني في الفتره دي بصراحه، التعليم الاونلاين والمنصات والتطبيقات دي هي اللي انقذتنا اصلا وخلت الدنيا تمشي. هنسى نهى الدكتورة، هنسى الدكتورة وهركنها على جنب وهتكلم على نهى الإنسانة. نهى الإنسانة أولا. نعم. الست اللي هي الناجحة اللي وقفت قدام الدنيا كلها، واللي ظهرت على السوشيال ميديا وخلتنا ولفتت نظرنا وخلتنا نسلط الضوء عليها ونقول تعالي معانا دلوقتي في شبابنا ومستقبلنا. أول حاجة هقول نهى، كان مين السبب في إن هي تكون نهى اللي موجودة دلوقتي؟ للأسف لا، ده بصراحه ده احنا كده نقلب البرنامج. اتفضل. بس مبدئيا هو السند اصلا ربنا سبحانه وتعالى، ده اولا واخيرا وعاشرا ومليون، يعني فهماني يعني كل حاجه هو ربنا ونعم بالله. بس يعني تقدري تقولي كده الصدمات، صدمات حلوه يعني، كل ما بتتصدمي كل ما بترجعي اقوى، كل ما بتتوجعي وبتتقهري وتتكسري بترجعي اصلب، كل لما بتقعي بتقومي بسرعه جدا، يعني دلوقتي بقت سرعه بالنسبه لنا، انت بتقعي هوبا بتقومي، يعني مجرد ما تقعي في ثواني بتقومي خلاص، بقى في لا مبالاه، نجاح ووجع، بقى في لا مبالاه يعني، بقى عندي تناحه كده، تحسي في تناحه كده، قصه نجاح ووجع. فكل ما بتصدم بطلع بحاجه مفرقعه، كل ما بتكسر بطلع بحاجه مفرقعه، يعني كل الشهادات اللي بتقولي عليها دي كل شهاده كانت بعد كسره،
يعني لحد ما وصلت مش عارفه اروح فين بقى. والله لو كانت الازمات لو كانت الازمات بتقوينا وتخلينا نطلع ونبقى بالشكل ده يبقى مرحب بالازمات اللي تخلينا نقف على ارض الواقع كده. فعلا كل ما تحطيها تحت رجليكي بتعلي، يعني كل ما تحطي مشاكلك وهمومك حقيقي فعلا واقع، والله مش عشان برنامج، كل ما بتحطي مشاكلك تحت رجليكي انت بتكبري، كل ما بتنزليها من على كتافك انت بتعلي. ودي رساله لكل ست بتقول انا ست، وزي ما بيقولوا اصل الست مكسوره الجناح، احنا ما فيش حد فينا مكسور الجناح، العكس ابدا، احنا ستات اقوياء طول ما عندك مخ بيفكر وعقل ممكن يحدد، وعندك اهداف عايزه توصلي لها، فما فيش حاجه اسمها ست مكسوره الجناح ولا حد غلبان ولا محتاجه لظل ولا محتاجه لحيطه سند. السند هو ربنا، السند ربنا، عشان ما بخست برضو حق حد. يعني اهلي برضو كانوا بيدعموني، لما بيلقوني بتكسر بيقفوا في ظهري طبعا وبيقووني، فيعني الحمد لله. يعني اشكر الازمات واشكر الكسرات واشكر الوجع اللي فعلا بيطلع مننا ناس جديده، عارفه بيطلع منك حد انت مش عارفاه. دايما في كل الفيديوهات اللي بعملها بقول دايما الفشل بيبقى اول خطوات النجاح وعلامات مؤشره الوجع للنجاح. الوجع والكسره بيبقى سبب من اسباب التحدي، مش التحدي اللي حوالينا بس، حاجه في الدنيا التحدي لنفسنا في الاول. صح. قبل ما بنتحدى اللي حوالينا عشان نظهر ونبقى بالصوره اللي احنا. صح. وصلنا لها. نيابه عن كل اسره البرنامج انا بشكرك على وجودك وعلى اللي انت فيه وعلى نهى اللي احنا بنشوفها وعلى الست المحبوبه في شغلها الناجحه في شغلها الكاريزما اللي موجوده قدامي دلوقتي. تحبي توجهي رساله ايه للشباب؟ هي مع احترام اسم البرنامج بس مش للشباب بس، يعني لأي إنسان، أي إنسان في الدنيا، أنت خليفة الله في الأرض، يعني أنت أعظم مخلوق في الدنيا، يعني ربنا كرمك من سبع سما، عندك هدف وصل له، عندك حلم آمن بالله وآمن بنفسك والله لا توصل له، ده مين ده اللي يقف قدامك؟ مفيش حد يقف قدامك أصلا، يعني طول ما أنت مؤمن بنفسك ومؤمن بربنا مفيش حاجة اسمها ما أقدرش، مفيش حاجة اسمها ما أعرفش، مفيش حاجة اسمها قدراتي محدودة، مفيش حاجة اسمها لا أنا مش هعمل كده، لا في حاجه اسمها حاول، مالكش دعوه بالنتائج خالص نهائي، ما تجيش قيمه النتائج. وليس للانسان الا ما سعى، او ليس للانسان الا ما سعى، اسعى مالكش دعوه، ما تجيش قيمه النتائج. قلت لي مقوله حلوه قوي عن العجز قبل ما ندخل. يعني في فعلا في ناس بتبقى مؤمنه بقدراتها رغم عجزها، وفي ناس مؤمنه بعجزها رغم قدراتها. يعني في ناس ممكن تكون عجزه كفيف، عنده بتر في حته معينه في جسمه، عايز يثبت نفسه، بس ممكن تلاقيه عالم، انا 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 لازم ابقى موجود، انا على الساحه، انا هنا، ويلفت انظاري اللي حواليه كلها لي. وفي حد عنده كل اللي ربنا اداهوله، يعني كل حاجه، لا انا ما اقدرش، انا لا انا مش شايف نفسي هنا، لا انا مش عارف اعمل كده، لا انا مش يا جماعه في لا مش كده. يعني انت لو بصي عايزه اقول لك، انت لو مؤمنه فعلا كلنا 24 قيراط، كلنا مفيش حد ما خدهمش، كلنا واخدينهم، بس في بيستغلهم صح، كل واحد يعرف يستغل الامكانيات، لا ده بيعمل كذا عشان عنده الامكانيات دي. ده بيعمل كذا عشان عنده الامكانيات، لا انا مفيش الكلام ده خالص، لا يا بابا مفيش الكلام ده، مش عندنا مش عندنا الكلام ده، انت عندك قدرات، عندك 24 قيراط هتستخدمهم صح، ربنا هيبارك لك وهتكبر وهتعلى وهتبقى احسن انسان في الدنيا. هتستخدمهم غلط خليك في بيتكم بقى يا حبيبي، خليك لو نايم. قلنا رساله من نهى للسيدات تحديدا، انت قويه، انت اقوى ست في الدنيا، انت اقوى امراه في الدنيا، اوعي حد يكسرك، او اتكسري، مش هقول لك لا، اتكسري واحزني وعيطي وادخلي اوضتك واقفلي عليكي، بس كل ما تقعي ودمعي واعملي كل حاجه، بس اول ما تطلعي من اوضتك انت ناسيه، انت ناسيه كل حاجه، انت اقوى من اي حاجه في الدنيا، انت اجمل حاجه في الدنيا، الست دي اجمل حاجه في الدنيا حقيقي بجد، مش عشان انا ست، انا اساسا ماليش انا في الست دي اصلا، حطيتها في المكان ده، انت اجمل ست بس كاي ست فعلا انت اجمل ست في الدنيا، وعندك قدرات خارقه، وفعلا اللي يخسر الست هو يعني هقول لك ايه، يعني بجد الست اصلا اللي بيشجعها على كده الحب، الست بتحب كل حاجه، فهماني؟ يعني اللي ما بيحبش ما يستاهلش يعيش اصلا. يعني كنا نحب نسمع اكتر من كده طبعا، بس الوقت الجميل دايما بيعدي بسرعه. لا احنا هنكمله فيديوهات. فعايزه اقول دي حاجه بسيطه من مؤسسه شباب الجمهوريه الجديده للدكتوره نهى على جهودها العلميه اللي بتقدمها على كل المنصات وعلى كل وسائل السوشيال ميديا يا جماعه. يا قلبي يا قلبي يا قلبي ميرسي. انا بس مش بعرف اتكلم جد على فكره خالص، تلاقي الحلقه كلها هزار كده. انت نورتيني النهارده،
والحلقه كانت جميله فعلا بوجودك. شكرا 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 كتير والله بجد، يعني احلى هديه عملتيها معايا النهارده، جميله مفاجاه. انت نورتي البرنامج كله، وسريعا كده في نص دقيقه تقولي لنا طموحك ايه لبكره. طموحي ايه لبكره؟ طموحي في اي مجال، في اي، يعني انا بحب كل حاجه، انا بحب كل المجالات. يعني انا النهارده جايه معاكي كمدرسه، انا ممكن كمان سنه ابقى اعمل دكتوراه في الصحه النفسيه، كمان سنتين اعمل دكتوراه في التنميه البشريه، واجي لك اتكلم معاكي على السلوكيات وعلى الروحانيات ان شاء الله تنورينا. بصي انت اي مجال بتتحطي فيه لازم تبقي قد، لازم تكوني ناجحه فيه. فانا مش متاكده بكره هبقى ايه، بس كل اللي انا متاكده منه اللي انا بختم بيه ان اي مكان بتحط فيه انا ببقى قد ان شاء الله. نورتينا واسعدنا وجودك معانا، وانتظرونا ان شاء الله الاسبوع القادم في نفس الميعاد من حلقه جديده من برنامج شبابنا مستقبلنا.